مصر بتسعى لتعزيز اهتمامها بالإنسان المصري وأهمية الاستثمار في العنصر البشري. مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تعتبر تتويج للجهود دي لتعظيم الاستفادة بقدرات المواطن المصري من موارد الدولة وتحسين مستوى معيشته. ده بيتم من خلال تحسين جودة الخدمات اللي بتتقدم له وتحقيق التنمية الشاملة، وده اللي هنتكلم عنه أكتر النهاردة، عن دور المبادرة في تحسين مستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري مع ضيفتنا اللي مشرفانا دكتورة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ. اهلا بك يا دكتور سامي. اهلا بك يا استاذه ايه. اهلا بك يا استاذه اسماء. بكون سعيده جدا وانا معاكم. انا مشرف بوجودك معانا. وخلينا نتكلم في الاول على اهميه المبادره من الانطلاق من اسمها بدايه جديده لبناء الانسان المصري. هو الحقيقه انا عايزه بس قبل ما ادخل في المبادره ادي مقدمه بسيطه عشان الناس تعرف المبادره داخله في اي اطار. احنا عندنا استراتيجيه مصر 2030. احنا عارفين ان هذه الاستراتيجيه لن يتم تنفيذها الا من خلال المواطن المصري. المواطن المصري زي ما احنا عارفين على مر العقود حصل فيه اشكاليات كثيره جدا على مستوى المنظومه القيميه بتاعته، وبالتالي اصبح غير قادر على تنفيذ استراتيجيه مصر 2030. فبنهدف من خلال مبادره بدايه ان احنا نبني انسان يستطيع ان يكون انسان مسؤول ويكون عنده القدره على التفكير النقدي، بحيث ان ما فيش حد يستقطبه في اي اتجاهات ايا كانت، سواء كانت على المستوى بقى السياسي، سواء كانت على المستوى الديني، على اي مستوى، وبالتالي يكون عنده القدره والمسؤوليه ان هو يتحمل مسؤوليه تنفيذ هذه الاستراتيجيه في كل المجالات، سواء كان بقى التعليم، سواء كان الصحه، سواء في القطاع الخاص، سواء في القطاع الحكومي. فبالتالي المبادره هي بدايه جديده لبناء انسان مصري جديد. ايه مراحل بناء الانسان بقى واليه البناء دي؟ تمام. احنا الحقيقه المبادره دي حددت الفئات المستهدفه، وهي الاطفال، الشباب، كبار السن. تاني حاجة حددت المحاور اللي هتشتغل عليها، اللي هي محور التعليم، محور الصحة، محور الثقافة، الرياضة، وطبعا يعني وضعت أهداف عامة كبيرة اللي هو تحقيق الأمن القومي، بناء الإنسان، تطوير الاقتصاد، وأيضا الاستقرار السياسي. فلما أنا ببني إنسان جديد بالمعنى اللي بتقصده المبادرة، يبقى أنا بالتالي هقدر أحقق أمني القومي وبحقق تطوير الاقتصاد، لأن أنا هطلع بمستوى مرتفع من المواطن المصري سواء في تعليمه سواء في صحته. فبالتالي انا بستثمر في راس المال البشري، وبالتالي انا كمان خلينا نشوف تطبيق ده او اليات ده في كل شريحه من الشرائح اللي هي عملتها هذه المبادره. يعني بنتكلم من يوم لست سنين، فنقول ان احنا في الجانب ده ايه اللي هيحدث من 6 ل 18، من 18 ل 65 وفيما فوق 65. هو في الشريحه الاولى طبعا هيكون التركيز في الجانب الصحي، وطبعا بناء وعي الطفل الصغير، وبالتالي ازاي ان احنا نكتشف المواهب اللي فيه ونكتشف قدراته الابداعيه عشان نقدر نصنف الاطفال من وهم صغيرين في سن الست سنوات الى اي توجه هيتم يعني توجيههم ليه. طبعا احنا بنستكمل ده بجانب رياضي برضو، ان لازم يكون في بنيه بدنيه جيده جدا للاطفال دول، لان ممكن يطلع منهم ابطال رياضيين. فبالتالي الدوله بشكل او باخر بتخرج بموهوبين، وبتخرج بمبدعين، وبتخرج برياضيين. فاحنا بالتالي بندعم وزاره الشباب، وايضا بندعم وزاره التربيه والتعليم، وبندعم التعليم العالي في المستقبل. فانت بتطلعي بطفل طبعا ده بيكون مكمل ليه وعي الاسره نفسها، لان المبادره مش خاصه بالفرد. انا بس عايزه ابين انها مبادره شامله، فخاصه بالاسره المصريه. عشان كده في بدايه كلامي قلت الطفل والشباب وكبار السن، فكبار السن ليهم توعيه اخرى عشان يقدروا يربوا اولادهم. وطبعا احنا عارفين ان جزء منها برضو خاص بالمشاكل الزوجيه، ازاي نحافظ على الاسر. يبقى احنا بنقضي على الطلاق اللي منتشر في مصر وارتفاع نسبته، وعلى استقرار الأسر المصرية، ومن ثم استقرار المجتمع بتاعنا. عايزة أتكلم عن من 6 ل 18 سنة. طبعا ده هيكون رياضة وهيكون تعليم وهيكون صحة في نفس الوقت. فأنت بتبني بقى اللي هو الشباب، اللي هو بتجهزيه أنه يدخل التعليم العالي، وخاصة أن المبادرة بتستهدف أن احنا نزود نسبة اللي بيلتحقوا بالتعليم العالي ل 43%. فمن ثم أنت بتخليهم يستعدوا ذهنيا ونفسيا وبدنيا انهم يدخلوا في التعليم العالي. فبالتالي بيكون عندك شباب وطلبه في التعليم العالي اصحاء،
وعندهم القدره على الاستذكار، وبالتالي بتحسني من مستوى المخرجات من العمليه التعليميه في النهايه. طيب المثلث المعروف جدا الفقر الجهل المرض، اللي لازم علشان نبني اي انسان في اي مجتمع نتخلص الاول من المثلث ده، لازم نرفع درجه الوعي، بعد تبقى مرحله لاحقه بعد القضاء على الفقر والجهل والمرض نرسخ القيم. عشان كده انا هسالك عن المبادره، هتقدم ايه فيما يتعلق بتحسين جوده حياه الانسان المصري وتوفير الفرص الاقتصاديه؟ هو خلينا برضو عشان نحسن مستوى حياة الإنسان المصري، احنا لازم نرفع من مستوى القيم اللي هو بيؤمن بيها، فدي هيكون من خلال التعليم. خلينا نتكلم ان انت الخدمات، مستوى الخدمات، وده تأكد عليه في المبادرة بشكل كبير، عملية التكامل اللي هتكون بين مؤسسات الدولة المختلفة ووزاراتها. وخلينا نتكلم ان قبل الوزارة الحالية ما يتم اختيارها كان عندنا إشكالية خاصة اللي هي الجزر المنعزلة بين مؤسسات الدولة. مبادرة بداية بتقضي على هذه الظاهرة بشكل كبير جدا، لان هي لن تتم وتنجح الا بالتكامل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة. خلينا نقول ان هي كمان في الجزء الرقابي، ان في تقرير شهري هيرفع للسيد الرئيس من قبل نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ويمكن ده منصب مستحدث والأول مرة يكون موجود عندنا، وده بيصب في إمكانية تحقيق المبادرة نكون في وزير متخصص وبيباشر تنفيذ هذه المبادرة ومن خلال تقديم تقارير دورية للسيد الرئيس. أنا عايزة أتكلم عن ان احنا هنقلل البطالة من خلال هذه المبادرة، لان داخل معانا في المبادرة دي القطاع الخاص وداخل المجتمع المدني. خلينا نقول ان هي حققت تكامل بين كافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إن توفير فرص عمل ده بيدي رسالة تطمينية للشباب إن الدولة حريصة على تشغيل الشباب في المجالات المختلفة، طبعا ده من خلال تعليمهم، لأن كل توجيههم إن هم يشتغلوا في الحاجات اللي بيحبوها، وأيضا المستحدثة والمجالات الجديدة اللي موجودة في النظام الدولي. ده بالتأكيد هيدمج الشباب بتاعنا مش بس في السوق المصري، لكن في السوق الإقليمي وأيضا في السوق الدولي. طيب فإحنا كده بنقدم رؤية مختلفة في توظيف الشباب عموما. كعضو مجلس شيوخ خلينا نتكلم على الجانب التشريعي، إيه أهم التشريعات اللي ممكن يكون بتعملوا عليها أو اللي هي خرجت بالفعل أو لسه في الطريق للخروج علشان تحقق أهداف هذه المبادرة؟ هو الحقيقة إحنا لسه يعني هنبدأ فصل الدور الانعقاد الخامس، يعني في بداية شهر أكتوبر القادم. وطبعا يعني من المفترض ان في اجنده برضه دور الانعقاد السابق اكيد كان في بعض التشريعات خاصه بالعلاقه، كل التشريعات اللي تم مناقشتها كان بالتاكيد بتصب في المبادره، سواء كانت خاصه بالتعليم، سواء كانت خاصه بالصحه، سواء كانت خاصه بقانون العمل. كل التشريعات دي كانت بدايه وتمهيد، وسوف يتم الاستفاده منها في تطبيق هذه المبادره. طبعا قانون كمان كبار السن اللي احنا بنتكلم فيهم شريحه خاصه بيهم اللي هي فوق 65 سنه، في قانون خاص بالمسنين بالفعل. احنا ناقشناه في مجلس الشيوخ وتم اقراره في مجلس النواب، وده بالتاكيد بيدي حقوق قصيره جدا للمسنين ورؤيه جديده في التعامل مع المسنين وادماجهم في المجتمع المصري بشكل. طب بما انه اسماء ذكرت قانون حقوق او حقوق كبار السن، واحنا كمان عندنا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وعندنا قانون لذوي الهمم، ازاي ممكن نستفيد من القوانين الموجوده بالفعل في ان احنا نمشي خطوات اسرع في تنفيذ حاجات من حقينها ونتائج على ارض الواقع في مبادره بدايه جديده لبناء الانسان؟ يعني احنا بالفعل عندنا قوانين وتشريعات نقدر ان احنا نستفيد بيها لحين صدور تشريعات مخصصه لهذه المبادره. بصي هقول لحضرتك ان صدور هذه القوانين كلها اللي حضرتك اشرتي اليها كانت نقدر نقول انها كان فيها يعني استباق للمبادره، يعني احنا ما كناش نعرف ان المبادره هتتعمل، بس طبعا احنا اشتغلنا على القوانين دي. خلينا نقول ان المسؤولين يعني بتبقى ايديهم مغلوله لان ما عندهمش قوانين يقدروا يتحركوا من خلالها. اكمل القوانين اللي تم سنها في الاربع سنين اللي فاتوا قادره على انها تدي دفعه كبيره جدا للمبادره الحاليه، سواء كان بقى ذوي الهمم، سواء كان للشباب، سواء كان للمسنين، كل الفئات تم استحداث القوانين، اما تعديلها اما استحداث قوانين جديده لهذه الفئات لم تكن موجوده. يعني ذوي الهمم يعني تم استحداث القانون بتاعهم بالشكل اللي يمكنهم بشكل كبير جدا ان هم يعيشوا حياه بشكل سلس جدا ويندمجوا في المبادره الحاليه.
طب المبادرة دي خاصة بكل يعني بالمئة مليون بالتأكيد، فخلينا نروح لحياة كريمة، نتكلم على 65 مليون منهم بالتأكيد. هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة، كانت البنية الأساسية أو التحتية لانطلاق هذه المبادرة. أنا عايزة أقول إن المبادرة شاملة كل المبادرات السابقة، يعني كان حتى حياة كريمة من ناحية لأنها مكملة ليها ما فيش شك طبعا. لأن حياة كريمة داخلة في كل المجالات، سواء تعليم، سواء صحة، تمكين مرأة، تمكين شباب، يعني مساعدة ذوي الإعاقة، المسنين. المبادرة مكملة لحياة كريمة بشكل أساسي، وأيضا داخل في المبادرة تكافل وكرامة طبعا. يعني طبعا تكافل وكرامة داخلة في الإطار وهتقدم خدمات كثيرة جدا. يعني عدد الخدمات اللي هتقدم من خلال هذه المبادرة حوالي 9.3 مليون خدمة في المجالات متعددة ومتقسمة، وتم استعراضها بشكل أساسي في يوم انطلاق هذه المبادرة. إزاي المواطن المصري استفيد من الخدمات اللي بتقدم من المبادرة دي؟ تتقدم له فين وإزاي؟ هو طبعا ده دور الإعلام هيكون أساسي جدا في نشر فكرة المبادرة بالضبط كده. وطبعا أنا بشكركم على ده. وطبعا التعريف بكيفية الحصول على الخدمة هيكون في كل مجال من المجالات من خلال وسائل الإعلام ومن خلال متابعة المواطنين لهذه المبادرة. إحنا وسيلة إعلام عايزين نقول للناس من خلالنا إزاي يقدروا يحصلوا على الخدمات دي. الخدمات دي أنت بتتوجهي للجهات المختلفة اللي توجهها، سواء كانت تعليم، سواء كانت صحة، سواء كان قطاع خاص داخل في هذه المبادرة، وبالتالي انت بتحصل على الخدمة اللي انت محتاجاها منها. طيب يعني عفوا بس الويب سايت مش ممكن يسهل طريقة التواصل، الابليكيشن او التطبيق ممكن يسهل طريقة التواصل ان انتوا توصلوا لفئات مستهدفة بعينها؟ هو الحقيقة المفروض إن هم أصلا يعني في رصد للفئات المستهدفة بشكل أساسي، وبالتالي من المفترض إن هم هيخاطبوا هذه الفئات علشان يقدروا يساعدوهم إنهم يوصلوا في نفس الوقت للحصول على الخدمة دي من المبادرة، علشان المبادرة دي تصل لكل إنسان مصري في كل الفئات وكل الشرائح العمرية اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى أكيد لازم كل الهيئات والوزارات والجهات المختلفة هتكون متعاونة في هذه. إيه أهم هذه الوزارات، أهم هذه الجهات، وطرق التعاون أو آليات التعاون؟ هو الحقيقة يمكن الوزارات اللي كانت موجودة، وزارة الشباب، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وطبعا يعني نائب رئيس الوزراء كان هو اللي متبني المبادرة، فطبعا سموها التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، يعني تقريبا اغلب غير الوزارات السياديه، المجتمع المدني موجود، القطاع الخاص موجود، كل الفئات دي هتتكامل مع بعضها لتقديم الخدمات في كل مجال من المجالات. وعايزه اقول حاجه، ان فكره وجود كل هذه الوزارات مع بعضها، لان في خدمات ما ينفعش تتقدم من وزاره واحده دون الاخرى. يعني اذا في مشكله صحيه عند طالب فبالتالي هو مش هيقدر يكمل تعليمه الا اذا حل المشكله في وزارة التعليم مع وزارة الصحة بالظبط كده. فما فيش تكامل بينهم. إذا في طالب عنده هو بطل رياضي بس عنده مشكلة في التعامل مع مدرسته إن هي تكون عندها مرونة بشكل أو بآخر، فتكامل الوزارتين مع بعض هيساعد على تقديم الخدمة للطالب ده، وبالتالي إن هو يحقق تقدم المطلوب منه في المجال بتاعه. يعني هيقضي على فكرة الجزر المنعزلة بالظبط، عشان كده أنا أشرت إليها. يعني هي الحقيقة إن هذه المبادرة بتحقق يعني مشاكل كتيرة جدا. أول حاجة إن هي هتساعد على إعادة هيكلة بعض المؤسسات، هتزود أداء المؤسسات المختلفة الحكومية، أيضا مستوى أداء الموظفين راح بيتغير. خلينا نتكلم إن أنت هتقدمي جيل جديد متعلم بشكل مختلف وبفكر مختلف عشان يقود الدولة في المستقبل، لأن هي مبادرة جديدة لمستقبل جديد لبناء الإنسان. هل المبادرة دي ليها مدى زمني أو هتتم على مراحل مثلا بحيث نقدر نقيس نتائج المبادرة كل فترة زمنية؟ هي المفروض إن هي لحد يعني 20-30 هذه المبادرة، بس خلينا نقول إن احنا نقيسها إزاي، ده من خلال تقرير شهري هيرفع للسيد الرئيس. وده الشيء المهم جدا، لان في حاجات كتيره بسبب عدم المتابعه وعدم الاهتمام يعني بتبقى مبادرات جيده للغايه ولكن ما بتحققش اهدافها لان ما فيش متابعه ليها. فاللي بيدي باور كبير جدا لهذه
المبادرة ان هي تحت رعاية السيد الرئيس وبمتابعة شهرية من السيد الرئيس نفسه. دكتورة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، شرفتينا افدتينا، شكرا لوجودك معانا. والى انا المصري النهارده هنتكلم على الفنان الكبير الراحل نجاح الموجي في ذكرى وفاته، نشوف